ثانيه بعد طرد اشرف بن شرقي حسيت ان الاسماعيلي قادر ان هو يتعادل ويخش في الجيم، ولا ثانيه ولا اي دقيقه حسيت فيها ان الاسماعيلي يقدر يشكل خطوره على الزمالك. دي حاجه خلينا متفقين عليها على جنب كده. انما طرد اشرف بن شرقي لا، الموضوع فيه كلام كتير، لان في حكام ممكن يعتبروا ان الطرد ده صحيح، لان اشرف بن شرقي اعترض اعتراض غير لائق، والاعتراض الغير لائق ده بيتاخد عليه انذار تاني، فالانذار التاني يستوجب الطرد، لان اللاعب كان لسه واخد انذار من 30 40 ثانيه. ووقتها في ناس تانية تطلع تقول لك لا، فين روح القانون؟ روح القانون اللي بتخلي اللاعب ان هو على الاقل 10 15 ثانيه اللي هو بيعترض فيهم على قرار الحكم انك والله تتغاضى عنهم، لان ده طبيعي ان هو يكون رد فعل غاضب بعد احتساب قرار عليه. وقتها بقى هتلاقي في ناس تانية تقول لك لا، ما في تعريض بيحصل للمنافسين، وفي منافسين اللعيبه بتاعتهم بتضرب الحكام وبتطلع تعترض على الحكام. وقتها بقى ليه الحكم ده ما بيقدرش انه ياخد انذار تاني في نفس اللحظه ويطرد اللاعب ده؟ هقول لك صديقي، مش معنى ان في حاجات غلط بتحصل في ماتشات ان هي لازم تحصل في كل الماتشات. مش معنى ان في حكم بيخاف من ان هو يدي انذار تاني للاعيب تجاوز في الاعتراض عليه ان كل حكم في كل مباراه لازم يكون مجبر ان هو يتحمل اهانه من اللعيب، لان وقتها انت بتكون ظالم. هتقول لي لا، من مساواه في الظلم عاد؟ لا، مش في كل مره، لان الظلم لما بيزيد عن حده قوي الوضع بيبقى صعب جدا. هتقول لي لا، ما احنا كده مفيش منافسه، اقول لك عادي عديها ومشيها. اما حاجه ان الاسماعيلي كان ممكن يرجع في الجيم بعد الطرد اللي خده اشرف بن شرقي والانذار اللي خده عبشافي، وهيخلي بن شرقي وعبشافي بجانب طارق حامد يجيبوا على مباراه الجونه، بصراحه كنا قاعدين نفكر في مباراه الجونه والتشكيله اللي ممكن كانترون يلعب بيه مباراه الجونه اكتر من التفكير في الاسماعيلي يقدر يتعادل ولا لا. خلينا منطقيين وطبيعيين مع بعض كده، يعني ما بحبش ان احنا نجمل الكلام ونقول لا الاسماعيلي على قد امكانياته، الاسماعيلي عمل اسمه، لا انت بتلعب 45 دقيقة، الاسماعيلي بيلعب زايد لاعب، والزمالك الناحية التانية بيلعب ناقص لاعب، ومع ذلك الاسماعيلي مش قادر حتى ان هو يعمل هجمة زي خلى ربنا. هتقول لي لا، الكرة بتاعت شكري نجيب كانت بتشكل خطورة، لك دي تصويبة واحدة بس في 45 دقيقة. هتقول لي لا، ما هو كابتن إيهاب جلال عمل تغييرات، هقول لك ماشي، بس بعد كل التغييرات دي وشرونجو واري بابل، على فكره اري بابل لما نزل انت تحس ان الزمالك بقى بيلعب 11، لان اري بابل تقريبا كده كان لاعب اللي هو بيقدم اداء سيء، بيقدم اداء غير طبيعي، تقول ان ده لعيب مفترض ان هو جناح واجنبي وكان موجود على الدكه للعيب عندك مصري، ده معناه انك بتجيب اجانب لمجرد انك تجيب اجانب، زي برضو نزول شرونجو وفكره ان احنا بنلعب باثنين اجانب دلوقتي علشان خاطر الاثنين دول مفترض ان هم هيكسبونا الشوط الثاني، فتلاقي ان الاثنين اجانب دول لما نزلوا مش بنفس مستوى اللعيب المصري اللي كان موجود الشوط الاول، فوقتها تعرف ان في مشكله وازمه عند الاسماعيلي، غير اساسا ان الاسماعيلي كلنا عارفين ان هو بقى له سنتين في اوضاع غير مناسبه ليه، لان جمهور الاسماعيلي كان بيحلم زمان بالمنافسه على الدوري، بعد كده رجع لا احنا بننافس على المربع الذهبي، بعد كده لما الاسماعيلي دلوقتي نبدا نتكلم ان احنا هيكون انجاز لكابتن ايهاب جلال ان هو انتشر للفريق منه الهبوط وخلاه في الدوري، فلا احنا في مشاكل كتير جدا في الاسماعيلي. هتقول لي لا، هم كانوا يقدروا ان هم يتعادلوا، اقول لك برده تاني وتالت ورابع، الاسماعيلي ما حسسنيش في ولا لحظه من المباراه ان هو قادر ان هو يتعادل، بس برده نتكلم كده بشويه ايجابيه على الاساس اللي عمله شيكابالا، ولا كمان حاجات الحاجه المحترمه جدا اللي كانت من شيكابالا ومن حازم ومن عبشافي النهارده، وهي السماح لان محمد عواد بعد تالقه الغير طبيعي المباراه اللي فاتت قدام المصري ان هو يبقى كابتن الفريق النهارده في مباراه الاسماعيلي، دي حاجه يحترم عليها عبشافي، يحترم عليها شيكابالا، يحترم عليها حازم امام، شابول باتريس كاترون هو بيدعم اللعيب بتاعه اللي بصراحه استحق الدعم من فتره طويله قوي، وهو محمد عواد. اما طرد بن شرقي فاحنا اتكلمنا عليه، اما فرجاني ساسي فهو اضافه كبيره جدا تجديده لنادي الزمالك ولعيب، مش هقدر ان انا اتكلم على فرجاني لان انا من اكتر الناس في مصر اللي معجبه وبحب فرجاني ساسي جدا. مباراه فوز الزمالك النهارده ما كانتش حاجه مفاجاه بالنسبه لي، لان انا زي ما قلت لك الاسماعيلي ده لو قعد يلعب 50 دقيقه تاني او حتى فضلنا نلعب لحد الصبح الاسماعيلي ما كانش هيقدر ان هو يسجل هدف التعادل قصاد نادي الزمالك، ده غير كمان الطرد بتاع محمد حسن اللي هو في اخر اللحظات بعد ما باتريس كالترون برضه بيغير تغييرات مش مفهومه وتغييرات غبيه جدا، انت عندك زيزو في نص الملعب مفترض انك تنزل روعه علشان خاطر نحل مشكله نص الملعب اللي موجوده عندنا ده، لا انا بطلع اشرف بطلع زيزو وبحط اوباما مكان زيزو علشان خاطر هو فرجاني يكونوا موجودين جنب بعض، ونزل اسلام جابر علشان خاطر يعمل واجبات دفاعيه مع محمد عبد الشافي، وكمان شويه تاني بطلع واحد من نجوم اللقاء سيف الدين الجزيري وبنزل مروان حمدي اللي هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ محدش فاهم بجد ولا كاترون محدش فاهم هو بيعمل ايه، بس هي بتمشي وفرديات لعيبتك بتغطيك، مدير فني مالته ما عندكش افكار، فرديات لعيبتك بتغطيك عادي جدا زي اللي بيحصل في الاهلي برده مع موسيماني، بس لهذا راي اخر ولهذا مباراه واوقات اخرى نتحدث فيها.
مبروك لكل جمهور الزمالك على المكسب والسعود النهارده، وهارد لك على طرد اشرف بن شرقي، وهارد لك على جمهور الاسماعيلي اللي بيحصل فيهم الفتره الاخيره دي، مش على خساره النهارده، لان لما تلاقي ان انت اكبر طموحاتك السنه دي انك تقعد في الدوري، فدي مشكله وازمه كبيره جدا يعاتب عليها العثمانيين واداره الاسماعيلي. بس كلام الحاجات دي بيتعب، فننهي الفيديو على كده بقى، بدل ما العثمانيين يعملوا معايا يعملوا. فبصوا يا جماعه، اعملوا انتوا عايزين الاسماعيلي ده ناديكم، وانتوا اللي عاملينه زيتوا زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه الفريق ما يهبطش، ده عشان مش هتوصل لدرجه ان اسماعيل يلعب درجه ثانيه.